الو، ايوه مساء الخير يا حسين. مساء النور، اهلا بيك. اهلا بيك. انا من زمان قوي نفسي اكلمك، انا بتابع برنامج على طول. يا اهلا بحضرتك. طيب اتعرف بيكي؟ هو اسمي مش لازم. اسمك مش لازم؟ طيب ماشي. طب كم سنه؟ كم سنه؟ 35. 35. طيب اتفضلي، حلقتنا النهارده حلقه مفتوحه تحت امرك. انا عندي مشكله. اتفضلي. أنا بقالي يمكن 16 سنة متجوزة، عندي ولد وبنت، ولد في أولى ثانوي وبنت في أولى عادي. جوزي كان كويس جدا معايا وكان بيحبني جدا، ما كانش في مشاكل بينا خالص، غير هي مشاكل بس اللي هي العادية دي اللي بتحصل لأي اثنين، على مصروف، على نزول، على أولاد. لحد من 4 سنين كده دخلت في حياتي واحدة، خربت الدنيا خالص، وصلنا لطريق مظبوط. هو مش عاوز يبعد وأنا بزن ولح أبعد، لأن أنا ما كنتش مكتشفة، واكتشفت الكلام دوت. قعدت سنتين ما أعرفش حاجة، وبعد سنتين عرفت. بس طبعا تعبانه جدا، لان انا بحبه جدا جدا جدا، ومش عارفه انا ابعد عنه ولا استغنى عنه. وبعدين احنا ما عندناش انفصال. يعني هو انت دخلت حياتك واحده ست، انت تعرفيها انت وهو؟ هو عرفني عليها. هو عرفك عليها، وبعد كده اكتشفتي ان بعد سنتين ان هو على علاقه بيها. ايوه، من ساعة ما عرفني، من ساعة ما عرفها عليا بناء على طلب منها، لأن هي كانت جوزي بيحكي لها عني، وكانت طالبة تشوفني وتشوف أنا إيه، وإزاي جوزي بيحبني كل الحب دوت، وإزاي إحنا متفاهمين وكده. فهي حبت. أنت لما اتكلمتي مع جوزك بعد ما اكتشفتي الموضوع ده، رد عليكي قال لك إيه؟ قال لي ما تقارنيش نفسك بيها. ده قال لك إن في علاقة بينهم ولا لأ؟ هو طبعا لا، كان بيقول لا مفيش حاجة، ده كل ده شغل بس. وما زال مصر على رأيه انه كل ده شغل؟ لا، بس طبعا في حاجات انا عرفتها ان هي مش شغل، واجهته بيها، وطبعا حضرت مشاكل بينا كتير. بس هو مصر. عايز اقول لك بقى انا بتعامل معاملة ازاي له، معلش انا اسفة، يعني في بيعملني معاملة وحشة، مش طايقك، مش عاوز موضوع بيننا خلص خلص. انا خلي بيننا عشان الولاد بس، ولا الولاد صغيرين، احنا ما كناش كملنا، ولا لو كان في عندنا انفصال كنا انفصلنا. طب انا عايز اسالك سؤال، معلش، انت بقالك قلت لي كام سنه متجوزه؟ يمكن 16 او 17. طبعا في خلال 17 سنه دول شكلك اتغير شويه، اهملتي نفسك حبتين، وزنك زاد شويتين، مش ده حصل؟ بمنتهى الصراحه. ايوه هو حصل فعلا، بس انا رجعت دلوقتي، رجعت تاني احسن من الاول بكتير. انا عملت دايت ونزلت حوالي بتاع 25 كيلو. بقيت دلوقتي محدش لما بمشي مع ابني في الشارع محدش بيقول ان انا مامته خالص. طيب ممكن تهتمي بنفسك قوي في البيت، وتهتمي بنفسك قوي بره البيت. عايزه اقول لك على حاجه، انا على فكره بحبك جدا وبحترمك جدا، ربنا يخليك. وبقول لك الصراحه حتى لو كانت هتجرحني، بحس ان هو مش شايفني اصلا. ما انا بقى بخلي بنفكر دلوقتي ازاي نرجعه يشوفك، لان الراجل مش هيشوفك الا لما يحس ان الناس التانية اللي حواليك شايفاكي، فهماني؟ مش هيشوفك غير لما يبتدي يغير عليكي من اول وجديد، غير لما يبتدي يقلق ويتكهرب من الست الحلوه اللي ممكن اللي حواليها كلهم يبقوا خلاص هيموتوا عليها، فهيبتدي هو يشوفك بشكل تاني، يشوفك حلوه وشيك والناس كلها شايفاكي ومحترمه ومؤدبه واخلاق وما فيش الهوى، اوكي؟ بس يبتدي يقلق من خروجك ودخولك. أنا رايح المشوار الفلاني، أنا هعدي على فلانة، يبتدي يتكهرب من ده. لو قدرتي تكهربيه الأمور هتختلف خالص، هيبتدي يشوفك.
انما طول ما هو مطمن ومريح والدنيا في الامان وهي قاعده بتربي العيال، لان انا عارف ان محدش هيبص لها خالص غيري، ده ابنها بقى طولها مش هيشوفك.